السلام عليكم ورحمة الله. ورشتنا اليوم هي بعنوان استدامة قطاع الأيتام في ظل أزمة كورونا، ونستضيف معنا الدكتور هاني البنا، وهو من جمهورية مصر العربية أصلا وموجود في بريطانيا يمكن من تقريبا 40 سنة أو أقل أو أكثر. الدكتور هاني البنا هو المؤسس لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، وهي أكبر منظمة دولية غير حكومية للإغاثة والتنمية في الغرب، وقد تأسست في عام 1984 في مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة. منذ مغادرته الإغاثة الإسلامية في عام 2008، أسس الدكتور هاني المنتدى الخيري الإسلامي والمنتدى الإنساني، وكلتا المنظمتين يسعون إلى تعزيز الشراكات والتعاون الأوثق بين المنظمات الإنسانية والخيرية من ومع الدول الإسلامية ونظرائهم الغربيين. الدكتور هاني أيضا هو رئيس زكاة هاوس، وهي عبارة عن مؤسسة اجتماعية في بريطانيا تساعد المنظمات الخيرية الجديدة والمتنامية. خلال عمل الدكتور هاني في العمل الإنساني زار أكثر من 82 دولة نيابة عن هذه المؤسسات. حصل الدكتور البنا على وسام الإمبراطورية البريطانية من الملكة إليزابيث الثانية عام 2004، وفي نفس العام حصل الدكتور البنا على جائزة ابن خلدون العالمية للتميز في تعزيز التفاهم بين الثقافات والأديان المملكة المتحدة. في عام 2004 منحته نقابة الأطباء المصرية درع تكريم لخدماته للإنسانية والطب، وفي عام 2005 حصل على جائزة الجمعية الكشميرية والباكستانية المهنية، وجامعة برمنغهام منحته دكتوراه فخرية، وفي عام 2013 تم ترشيحه لجائزة أفضل مسلم في المجتمع البريطاني، ومؤخرا في فبراير من هذه السنة في 2020 حصل الدكتور هاني على جائزة أوبونتو للمسؤولية الاجتماعية من جمهورية جنوب أفريقيا. الورشة ستكون على الشكل التالي: عندنا نحن ثلاثة محاور، نعطي المجال للدكتور هاني لكل محور ليتحدث فيه، بعدين نفتح المجال تقريبا ربع ساعة للمناقشة أو مداخلة أو الاستفسار أو للتساؤل، وبعدها كمان يرجع الدكتور هاني يتابع في المحور الآخر. طيب، الآن المنصة مع الدكتور هاني البنا، تفضل دكتور. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى إن شاء الله يكون رمضان يعملكم معاملة كريمة وجميلة، خاصة في الوقت الصعب اللي احنا عايشين فيه ده مع الكورونا وما تفعله بينا الكورونا إن شاء الله. المحور الأول اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، طبعا بشكر إخواننا في اتحاد رعاية الأيتام على تنظيم هذه الجلسة، واشكركم جميعا انكم يعني معانا في اللقاء. اول محور هنتكلم عنه هو محور التحديات، التحديات اللي هي بتواجه الجمعيات اثناء ازمة الكورونا. اول تحدي بيكون تحدي المناخ العام اللي احنا عايشين فيه، تحدي المناخ العام اللي احنا بنعيشين فيه كجمعيات او كافراد او كدول الى اخره، وهو الخوف من المجهول. فالفيروس لا يراه احد، وهذا يولد حالة هستيرية عند كثير من الناس. اثنين، الخوف من الموت نفسه اللي أصبح يحصد أرواح الآلاف من الناس يوميا. ثلاثة، الخوف من عدم توفر المواد الأساسية كالغذاء والدواء وخلافه. أربعة، الخوف من فقدان الدخل أو قلة الدخل أو فقدان العمل. خمسة، الدخول في أزمات نفسية وعصبية لعدم القدرة على الخروج من المنزل أثناء فترة الحج المنزل الطويل. ده المناخ العام اللي كل الناس عايشة فيه، يعني لا يختلف فيه فقير عن غني أو متعلم عن جاهل أو عامل عن أستاذ في الجامعة، يعني كلنا زي بعض، أو رئيس جمهورية عن حارس البيت. أما التحديات اللي بتواجه المؤسسات ودي كثيرة أنا كتبتها، أول تحدي عدد القدرة على العمل من المنزل. دلوقتي كل الناس شغالة من المنزل، في بعض الناس وبعض المؤسسات لم تؤهل نفسها على أن تعمل من المنزل. اثنين، عدم قدرة بعض المؤسسات على استعمال التكنولوجيا الحديثة. في ما زال عندنا مؤسسات لا تستطيع استعمال التكنولوجيا الحديثة، ولا أدري لماذا، ووسائل التواصل الاجتماعي ومنظومة المجال الافتراضي إلى آخره.
ثلاثة عدم وجود احتياطي استراتيجي داخل المؤسسة، معناها لا نطبق فقط اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، لا، عدم وجود احتياطي استراتيجي عندنا. أربعة، الخوف من قلة الدخل والخوف خوف المتبرع، يعني متبرعين دلوقتي خايفين يتبرعوا بعضهم، يعني علشان خايفين انهم يفقدوا الوظائف بتاعتهم فيما بعد. نمرة خمسة، عدم وجود رؤية عند المنظمين او مسؤولين المؤسسة نفسها، عدم وجود رؤية او خطط للتعامل مع مناخ هذه الكارثة وحركتها. نمرة ستة، التطوع مش جزء من منظومة المؤسسة نفسها، مؤسسة ما بتعتمدش على المتطوعين، قد تكون بتعتمد على بعض الافراد او بعض المانحين فقط. نمرة سبعة، اللي هو شدة التنافس من الجمعيات، ده تحدي اخر. نمرة 8، عدم إيمان الجمعية نفسها والقائمين عليها ببناء الشراكات من خلال التواصل مع المؤسسات العاملة في الميدان. نمرة 9، ضعف التواصل مع مؤسسات الدولة التي نعمل فيها. نمرة 10، ضعف الدولة نفسها التي نعمل فيها وعدم قدرتها على إدارة الأمور أو وضع رؤية وخطط للتصدي لهذا الوباء. نمرة 11، فساد الدولة. فساد الدولة وعدم شفافيتها مع المجتمع. نمرة 12، انكماش مجال الحريات داخل الدولة والوطن والذي يؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات على التحرك بسهولة ويسر. نمرة 13، التعقيدات البيروقراطية في الحصول على التصريح من الدولة. نمرة 14، ضعف الهيكل الإداري والكادر الوظيفي لدى الجمعيات. نمرة 15، عدم وجود تمثيل حقيقي للشباب والنساء داخل الجمعيات. نمرة 16، عدم الاستفادة من تجارب الآخرين أو التجارب التي حدثت في الماضي. نمرة 17، عدم معرفة معايير إنسانية العفوية والارتجالية والعشوائية، التعامل فقط مع أهل الثقة ممن نعرفهم، تأسيس أداء الجمعية لخدمة جهات معينة بذاتها، الاستفادة من الجائحة لبعض الأشخاص القائمين داخل المؤسسة من رجال الأعمال. كل هذه التحديات سواء كان في المناخ العام أو سواء كان في داخل المؤسسة بتؤدي تحديات كبيرة جدا جدا، أهمها اللي هو عدم استعدادنا للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ومع التكنولوجيا الحديثة. أنا كان بيهمني دكتور اسمع منك أيضا بخصوص أنه نحن عم نتحدث عن المؤسسات اللي هي بتشتغل مع الأيتام والطفل، يعني اليتيم هو يمكن أنت أخبر في رأس القائمة والأطفال عموما، وهي المسألة في أنت يعني يمكن حنتطرق لها بعد شوية هي الموارد المالية. ما هي ممكن التحديات تكون بالنسبة للعمل مع هذه الفئة؟ هو طبعا فئة الأيتام هي أكثر، أو الأطفال بالذات هي أكثر فئة لابد أننا نكون حذرين في التعامل معها، ودي الفئة اللي طلعت سياسات كثيرة جدا في كيفية التعامل مع الطفل، خاصة في مناطق الصراعات وخاصة في المخيمات ومناطق اللجوء والتشرد، وخاصة مع الأم اللي هي المرأة والأرملة، ودي بتخلي الإنسان يكون حذر جدا في كيفية التحدث إلى اليتيم والتعامل مع اليتيم والاختلاط باليتيم والاختلاط بالأرملة. في جانب قضية الأيتام بتجلب أموال كتيرة جدا لأي مؤسسة، لكن عدم وجود معايير لوضع كيفية للاختلاط والتعامل مع الأرملة واليتيم بتؤدي إلى تفاقم كبير جدا في المشاكل المجتمعية، خاصة اللي ما قد حدث في الماضي منذ 10 سنين أو أكثر في قضية أوكسفام، لما حصل عندهم اللي هو الأشياء اللي هم كانوا عملوها في هايتي. فلذلك أهم معيار هو كيفية التعامل مع الطفل اليتيم والأرملة، وأنا أرشح أن يكون اللي ماسك الملفات ده أخوات وليس إخوة، نساء وليس رجال. لأننا من خبرتي أو المتواضعة، لما كنا بنسافر في رحلات لأماكن مختلفة كرجال، كانت المرأة تبعد عنا وكان الطفل يخاف مننا ويعيط. لكن لما بدأنا ناخد معنا في السفريات بتاعتنا بعض الشابات من الأخوات، يعني يكونوا معنا، تغير الحال 180 درجة. فأنا نصيحتي لكل المؤسسات في هذا المجال التي نعمل فيه مع الأيتام والأطفال، أن يكون القائمين على ملفات الأيتام والأرامل والأطفال هم النساء. دي أول نصيحة أنا أقدر أقول عليها بالنسبة لنا إحنا، علشان نستطيع
أننا نتحدى أكبر عقبة تقف أمامنا في التعامل مع ملف الأيتام وملف النساء من الأرامل أو إلى آخره في المجتمعات دي كلها. دي طبيعة، طبيعة المرأة حين تجلس مع المرأة أو تجلس مع الطفل إلى آخره. الأمر الآخر يعني أيضا دايما المرأة والطفل أو المرأة والطفل يعني ضعاف، ضعاف جدا، خاصة أنا لاحظت هذا الأمر في قضية البوسنة. وضعف المرأة لا نريد أن نظهره للرجل على الإطلاق، على الإطلاق. لماذا؟ أنا ممكن بين نمشي نعمل لقاءات للأخوات البوسنويات في منتصف التسعينيات أو أول التسعينيات، المرأة الأرملة اللي جوزها استشهد قاعدة حيرانة ما بين أطفال عايزة تربيهم وما بين دخل وما بين حرب وما بين حاجة كتير جدا. فأنا لا أعرضها، لا أعرضها على الإطلاق للرجل. ليه؟ احنا لابد أننا نحافظ على خاصية ضعف المرأة الأرملة ونحاول نبني لها منظومة لكي تفعل نفسها وتكون قادرة على الكسب. فالنقطتين دول بالنسبة لي مهمين جدا جدا في التعامل مع الطفل والتعامل مع الأرملة أو المرأة بالذات في داخل مجتمعات الحاجة وداخل مجتمعات العوز اللي احنا بنتكلم عنه. أنا في أشياء ذكرها الدكتور وهي الخوف من قلة الدخل مش هأحكي فيها بالوقت الحاضر، لأنه بالمحور الثاني هو مسألة تنمية الموارد المالية. إنما دكتور لو سمحت، أنت حكيت عن التطوع وحكيت عن المعايير الإنسانية. التطوع هل ممكن تتطرق ولو بعض الشيء من تجربتك في بناء الإغاثة الإسلامية في مسألة التطوع؟ لأنه أو كيفية مثلا، ولو أنا عارف هو صراحة العشرين نقطة اللي أنت ذكرتهم كل نقطة الوحدة تحتاج لورشة، بس إلى على عجالي لو نحن تطرقنا إلى مسألة التطوع وكيفية الاستفادة من المتطوعين، أو كيف يمكن أنا حتى أني أجلب المتطوعين. شوف، الإغاثة الإسلامية كتجربة بدأت بالتطوع. أغلب أو لم يكن كل من كانوا معنا كانوا من المتطوعين، مدارس ثانوية وجامعة، يعني في 84 و85 و86 87 الذي أقام الإغاثة الإسلامية هم المتطوعين. فإحنا لا، وكانوا شباب صغيرين ما بين 16 سنة و25 سنة. ثم بعد كده هو في نهاية الثمانينيات بدأت الجمعيات الإسلامية بتاع الطلبة في كل الجامعات من لندن لمانشستر لجلاسجو وكل الحاجات دي كلها. فإحنا مؤسسة أقمنا أعمدة بناء المؤسسة دي على تطوع الشباب، تطوع الشباب اللي احنا بنتكلم عليه. فكون في جمعية دلوقتي ما عندهاش متطوعين، دي تعتبر مصيبة أو تعتبر كارثة أو تعتبر جائحة. يعني معناها أن القائمين على هذه الجمعية بيعتمدوا على متبرع أو متبرعين اثنين أو ثلاثة فقط، أبي يعتمد على جمعية أو جمعيتين فقط، أبي يعتمد على رئيس مجلس إدارة عنده أموال بيحطها، يبقى ما نسميهاش جمعية، نسميها إيه؟ مؤسسة، يعني فاونديشن. دول هيكونوا خارج التاريخ إن لم يكونوا أصبحوا حقيقة خارج التاريخ. فلذلك التطوع ده هو المنظومة اللي من خلالها بنستطيع إننا نبني المؤسسة ونبني المجتمع ونبني الدولة نفسها. لأن من غير التطوع لن نستطيع أننا يكون عندنا قيادات شابة تستطيع أن تكون في بعد ذلك قيادات مجتمعية تستفيد منها الدولة ويستفيد منها الوطن. فأنا أرجو من كل مؤسسة سواء كانت الأيتام أو غير الأيتام تكون داخل هيكلها الإداري أو التنظيمي اللي هو منظومة أو إدارة للتطوع وكيفية التواصل مع المتطوعين للشباب، وخاصة في كمان كسر المتطوعين أيضا من غير الشباب اللي هم النساء اللي قاعدة في البيت وعندها ساعات ممكن تتطوع، المتقاعدين ممكن يتطوعوا في شرائح كثيرة جدا في المجتمع ممكن أنها تعطينا أشياء كثيرة وهم في البيت أو معانا في أوقات فراغهم لأنهم يعني تقاعدوا عن العمل. أنا بس حابب أذكر مسألة أنه الإغاثة الإسلامية التي نتحدث عنها لمن لا يعرفها
فهي الآن مؤسسة موجودة في 45 دولة حول العالم، تصل ميزانيتها السنوية إلى أكثر من 200 مليون جنيه استرليني، وتشتغل يعني مع الآلاف ويمكن حتى الملايين من المستفيدين. الإغاثة الإسلامية بنيت كما ذكر الدكتور على المتطوعين، يعني في لما كان العمل يكون في برنامج عدد الحضور في 5000 شخص، كان 99% من الحضور هم من يدير العمل صراحة هم من المتطوعين. طيب المسألة الثانية دكتور، هم في عنا أسئلة مكتوبة كتابة، أنه كيفية التعامل مع التحديات، وهل ممكن تدارك هذه التحديات؟ كل شيء، كل مشكلة لها حل، وكل معضلة لها مخرج. انت حدد اي مشكلة او اي تحدي. المؤسسة اللي خرجت خارج التاريخ وما زال بتتعامل بالعمل اليدوي دي مش هتعيش، لان عقلية المسؤولين عنها هي عقلية متكلسة متكلسة متحجرة خلاص. يعني ليه الانسان بيجي له ذبحه صدريه وبيموت من هارت اتاك؟ لما كنا احنا بنشرح الجثه زمان كنا بنلاقي الشرايين بتاعت القلب مقفوله وكانها حجر. هؤلاء الناس الحجريين في المخ لن يستطيعوا ان يخرجوا الجمعيه للمستوى الجديد اللي احنا بنتكلم عنه. نمره واحد، ده مش عارفين يتعاملوا مع الواقع. الجمعيه اللي بتعتمد على يعني مثلا في الجمعيات السوريه اللي موجوده داخل تركيا بالذات، كان عندهم فرصة ذهبية انهم ينوعوا التبرع، لكنهم اعتمدوا على متبرع خليجي فقط وعلى متبرع من جمعية واحدة فقط او اثنين. لما حصلت ازمات وشح المال عند المانح من الخليج، ربنا يرجع لهم الاموال مرة اخرى، بدأت تتخلص هذه الجمعيات. وكنا احنا دائما نقول لهم يا اخواننا يا اهالينا نوعوا مصادر الدخل بتاعكم. الجمعيه اللي ما بتؤمنش بالشباب هي جمعيه برضه خارج التاريخ، ولما بتؤمنش بدور المراه فيها هي خارج التاريخ. انا مش هجيب المراه والشاب عشان اعمل اخد له صوره او اخد لها صوره، انا هجيبهم علشان هم ليهم دور حقيقي داخل المجتمع، ودور حقيقي داخل الجمعيه، ودور حقيقي لبناء الجمعيه وبناء المنظومه اللي احنا بنتكلم عنها. الجمعيه اللي ما بتؤمنش بالتدريب والتاهيل وبناء القدرات لابنائها هي برضه جمعيه خارج التاريخ. ليه؟ لان انا كل يوم منظومه العمل الخيري التطوعي ده بتتغير السياسات والمعايير فيها، يعني تغيرات بالثانيه وبالساعه وبالدقيقه. كل هذه الاشياء اللي احنا بنتكلم عنها لابد يكون داخل منهج ايه؟ منهج الفكري لمن يقومون عن اداره الجمعيه. الجمعيات ما تستطيعش تتعامل مع منظومه الارهاب ومنظومه السياسات اللي بحربة الارهاب وتحويل الاموال، دي ايضا جمعيه خارج التاريخ. فهنتكلم عن احنا انا ما عنديش مشكله ان اتعامل مع اي جمعيه، لكن عندي مشكله ان المسؤولين عن الجمعيه لا يستطيعون ان يتعاملوا مع المتغيرات المجتمعيه ومجتمعات اللي هم عايشين فيها، المجتمعات الخارجيه. انا عندي مشكله مع مسؤول جمعيه يقول لك انا دولتي هتحميني، مع التواصل الاجتماعي ومع اللي هو الثوره التكنولوجيه، ما فيش حاجه اسمها دوله هتحميك، في حاجه اسمها مؤسسه هتصنفك فدولتك هتزبلك تحطك في غاهب التاريخ. فلذلك كل هذه الاشياء لابد انها تعرف تتعامل معها بالاستشاره وبالتكامل بالتعاون وبالمعرفه من الجمعيات الاخرى اللي سبقونا. يعني هنبدا من حيث انتهى الاخرين ولا نبدا من حيث بدا الاخرين؟ انا في بعض الاخوه عم بيكتبوا الاسئله، والحقيقه هو المجال مفتوح لو الناس حابه تحكي، ما مش شرط انه فقط ان تكون الاسئله كتابه، انما هل في حدا حابب يحكي او انا بيجي لاحد الاسئله المكتوبه؟ دكتور هاري الله يعطيك العافيه، التحديات اللي ذكرتها مثل ما قال الاستاذ فادي تحتاج كل واحده منها الى ورشه، لكن في رايك وش التحدي اللي انت شفته خلال خبرتك 30 سنه الماضيه اللي ما زال يتكرر ولا انحل الى الان؟ ما هو هذا التحدي؟ اكبر تحدي يا استاذ وليد هو عباده الشعار، والعياذ بالله. ان انا اقول على نفسي انا الجمعيه الاولى، انا من ذهبت الى هذا المكان قبل الاخرين، انا الاحسن، انا الكبير، انا كذا انا كذا، المفروض يكون شعاري اكبر شعار لما اجي ادعم. ده خطير جدا، لان ده في حظ كبير جدا للنفس
نفس القائمين على هذا المكان أو على هذا السرح اللي هو أصلاً مش ملكهم. يا إخواننا لابد نعرف حاجة مهمة جداً، الجمعية مش ملك أي حد حتى ولو كان المانع بيدفع فيها فلوس. الجمعية ملك المجتمع، والمانح ما يدفع أمواله إلا لينقي ماله من الزكاة أو من الصدقات فينميها الله سبحانه وتعالى له. الجمعية ملك المجتمع، ملك الفقير، ملك الأرملة، ملك المسكين، ملك اليتيم، ملك المشرد، ملك المغتصب، ملك كل الحاجات دي كلها هم دول أصحاب الجمعية الحقيقيين. وكذلك الوطن، الوطن ده ملك ملك الجميع، ملك أبنائي، مش ملك حكومة معينة أو ملك رئيس أو ملك زعيم إلى آخره. فلما نرجع مرة أخرى حكاية حز النفس دي في منتهى الخطورة، دي أول عملية الإنسان يشعر فيها أنها تكون قاسم يقسم عظم العمل داخل الجمعية. دي نمرة واحد. نمرة اثنين اللي هو الركون على شيء تقليدي غير متغير، وعدم اللي هو الأخذ بمبادرات لتنمية الجمعية. ولن نستطيع أن نأخذ مبادرات في تنمية الجمعية إلا أن يكون معنا أجيال مختلفة تعمل معنا. نمرة ثلاثة تأسيس الجمعية، أن يكون المسؤولين فيها تابعين لجهة سياسية معينة أو جهة حزبية معينة أو جهة مذهبية معينة أو جهة ثقافية معينة أو جهة عرقية معينة إلى آخره، ويحلموا المجتمع كله منها. كل هذه الأشياء بتيجي بتخلينا ندخل في عمق النفس داخل فؤاد هؤلاء المسؤولين عن الجمعيات. أنا مش هقول لك بقى تدريب وتأهيل وكذا وكذا، ده شيء أخف بكثير جدا. مشكلة عندنا إن الشعار بتاعي وأنا مانح لو ما طلعش في النص وعلى إيدك اليمين وأنت طالع وأكبر من التانيين مش هديك فلوس. ده يا أخ وليد اللي أنا بتكلم، وده اللي بيخليني أنا شخصيا من خلال تجربتي في الأربع عقود الماضية أفضل ما زلت متألم، ما زلت متألم، لأن في جمعيات تدعي أنها تبني الشراكات ولا تبني الشراكة إلا إن كانت هي الأولى، وتبني الشراكة إلا كانت هي في المقدمة، وتبني الشراكة والشراكة يعني اتجاهين، يعني زي ما بنقول طريق رايح جاي، أنا أستفيد وأنت تستفيد، لا الشراكة لا تستفيد هي منها فقط ولا تستفيد منها الآخرين. معنا الأستاذ عبد الله الحيدر من اتحاد المنظمات والمبرات في الكويت، تفضل أستاذ عبد الله. السلام عليكم، شكرا أستاذ فادي على الاجتهاد، مشكورين. دكتور هاني بارك الله فيك، أنا استمتعت جدا بهذه المحاضرة، بس أنا للحين عندي تساؤل. الآن عمر العمل خي في العالم ما شاء الله تجاوز 30 سنة، ويعني تبارك الله في تجارب كثيرة. أنا بس سؤالي محدد، إلى متى لا يكون هناك جهات داعمة للمؤسسات الخيرية؟ ما عندنا هذا النوع من هذه المؤسسات، كلنا مؤسسات تبحث عن المال وتحاول من داخلها توجد أوقاف، لكن لم نوجد أو لم نحقق مؤسسة هي تدعم العمل الخيري، بتكون مؤسسات مانحة كبرى تدعم العمل الخيري في العالم الإسلامي. شكرا دكتور. جزاكم الله خير. طبعا لو كنت تتكلم عن العمل الخيري في المنطقة العربية، وطبعا احنا لابد ان نذكر اساتذتنا الكبار رحمة الله عليهم، اخونا استاذنا ابو يعقوب اللي هو شيخ يوسف الحجي، نتكلم عن اخونا الدكتور عبد الرحمن الصميت، نتكلم على ناس كتير جدا، المشير سوار الذهب، كل الشيخ عبد الله الدباغ في قطر الى اخره، عبد الله الماجد في الامارات الى اخره، وغيرهم مبارك قسم الله في السودان الى اخره الى اخره. العمل الخيري او المجتمع المدني او العمل المدني هو عمل موجود مع فطرة الخليقة والخلق داخل البشر ومع كافة الخلائق اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى. اما العمل المنظم اللي حضرتك بتتكلم عنه، لكن بدأ مع الأوقاف والوقفيات على مستوى الدولة، سواء كان في عند المجتمعات المسلمة ايام الدولة الإسلامية او حتى عند المجتمعات اللي هي غير المسلمه عند المسيحيين، في اوقاف من الاف السنين، اذا من مئات السنين موجوده، وما زال في هذه الاوقاف موجوده في كل الدول. هتلاقي في الكويت موجوده، وهتلاقي في مصر موجوده، وهتلاقي في الهند والبحرين وتركيا والمغرب وليبيا الى اخره. المشكله فين يا اخ عبد الله؟ المشكله في مساحه الحريه اللي بتمنحها الدوله للمواطن.
كلما ازدادت مساحة الحرية كلما ازداد إبداع المواطن في إخراج هذه المبادرات التي تتحول إلى دعم. يعني أنا أضرب لك المثل في وكنا قاعدين نتعشى مرة مع في جلسة كده في لندن من سنتين تقريبا على إنشاء جمعية جديدة. الجمعية دي كان وراها مانح رجل أعمال يعني زي بسم الله ما شاء الله رجال الأعمال عندنا في الكويت أو في السعودية أو في كل الدول الغنية ربنا يحافظ على مثل هذه الدول. كان هدفه كل ماله يعمل ايه؟ فقط 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 بناء قدرات الجمعيات التي دخلها اقل من 100,000 جنيه استرليني، يعني 50,000 دينار او اقل. فقط جمعيه بتاع سير ستيفن باب لو انت فاكرها اخفاء دي تبني هذه يعني هذه الرؤيه. جمعيه انشات عشان الضفادع، جمعية انشأت عشان طير، يعني طير واحد من اللوردات صحي من النوم لقى عصفورة حلوة قدام الشباك بتنقر على الشباك، عجبته العصفورة لقى انها بتنقرض، عمل لها جمعية هنا لان في مناخ حريات. مناخ الحريات هو الذي يخلي عبد الله وفادي وفراس وعثمان يطلعوا اشياء غير عادية ويبنوا حضارات ويبنوا ثقافات ويبنوا نهضات الى اخره. حينما يضيق مناخ الحريات ويتهم خاصة لو المسلمين بأنهم إرهابيين وتخشى الحكومات على الدولة وعلى الوطن وعلى الشعب فينكمش مناخ الحريات، فلا نستطيع أننا نبدع في مثل هذا الأمر كما أبدع أسلفنا من قبل. لكن الحل مهم جدا يا أخ عبد الله، مع تأسيس كل جمعية لابد أن نضع فيها منهجية لبناء الوقف من أول يوم، وان شاء الله يكون الوقف ده في كل دينار. انتوا عندهم فلس مش كده؟ 5 فلس من كل دينار. بس انا ال5 فلس ده بيخليني كجامعه هارفارد عند 40 50 مليار دولار قيمه الوقف بتاعي، كجامعه اوكسفورد عندي 7 8 مليار جنيه استرليني من الوقف ده. عندي الازهر عنده يعني لو حسبنا القيمه الماديه لاوقاف الازهر هتطلع مش بالمليارات بالتريليونات. فلما ننظر لمسيرة الوقف دي هي المسيرة المخلصة، قد تكون الدولة بتاعتنا ضعيفة فاحنا لابد احنا نساعد الدولة بانها نعمل اوقاف، والاوقاف دي تدر الدخل على مثل هذه الجمعيات، او نعمل جمعيات نقول لرجال الاعمال. مازال يا اخ عبد الله رجال الاعمال عندنا مازالوا تقليديين ينتظروا الى ان تحدث الكارثة فيتبرعوا. احنا نقول لهم لا، قبل ما تحدث الكارثة تبرعوا. فلابد ان يكون فينا تواصل بيننا وبين هؤلاء الرجال الاعمال، نقنعهم بان جزء من الزكاه بتاعتهم اللي هو لهذه الامور للصرف على الجمعيات وعلى مشاريع الجمعيات. احنا عفوا انت انا مش شايف نفسك، تعال شوف نفسك انا بتكلم كده عشان افرح. والله انت من عندك اذا فيك تفتح الفيديو بنشوفك. انا ما انا فتحته 100 مره مش هادي يفتح، مقفول زعلان الفيديو. طيب دكتور، الآن الأزمة يعني بالأيام العادية الجميع يتحدث عن الموارد المالية بالنسبة للمنظمة. دخلت هتخش محاضرة ثانية أنت دلوقتي. لا، هو الآن احنا عطينا تقريبا الوقت للموضوع للمحور الأول، الآن ننطلق للمحور الثاني واللي هو مسألة تنمية الموارد، وخاصة يعني أنت يعني أخبر بالمسألة هي الموارد بالنسبة لليتيم اللي هي كفالة شهرية وليست سلة غذائية مثلا، وانتهى الموضوع. فأترك المنصة عند حضرتك. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموارد متعددة، قد تكون نقدا اللي هو الأموال، قد تكون عينا اللي هو الهبات والتبرعات، ومن أصحاب الشركات احنا نتكلم عنها اللي هم عندهم ال اللي هي بتسميها يا ربي المنتجات المسؤولية الاجتماعية، او كان تكون عقارات، فدي كلها موارد. احنا بالتالي علشان انا اديك، سواء كنت انت مؤسسة يتيم او ارملة او اي مؤسسة، انا اديك ليه؟ انت مين اصلا؟ انت مين يا فادي؟ انت مين يا ابو عمر؟ انت مين يا اخ عبد الله؟ لابد انا اعرف الناس بمؤسستي. من اهم الاشياء يا اخواننا اللي احنا بنغفلها ونحطها كده بس فقط وبننسى بعد كده، هو هي ما هي رسالة وأهداف وقيم ورؤية ومهمة المؤسسة. الناس مش عارفاها. من هم أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين وأعضاء المجلس الأمناء اللي بنتكلم عنهم دول؟ الناس عشان يخشوا لك دلوقتي يا أخ فادي وأخ أبو عمر
في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده اللي كله ارهاب ومش ارهاب وكل الحاجات دي كلها بيبصوا على كل شيء داخل الجمعيه. ما بقاش الامر زي زمان. هل احنا في مؤسستنا يا اخفادي بنطبق المعايير الحوكمه الرشيده والمعايير الانسانيه اللي اولها الشفافيه والمصداقيه والمرجعيه والمحاسبيه؟ هل احنا لينا تاريخ؟ يعني انا هديك ليه وانت لسه مؤسستك ما بقالهاش شهر ولا شهرين؟ انا هدي المؤسسه اللي لها تاريخ، اللي لها سمعه، اللي لها مصداقيه، اللي لها اداء جيد جدا. فلا بد انا بسال عن المؤسسه. لو احنا بنتكلم على الكويت واخواننا موجودين في الكويت دلوقتي، اتكلم عن عون مباشر، اتكلم عليها خلاص من العالميه، اتكلم عن نوري، اتكلم على الرحمه، اتكلم عن مؤسسات كده جدا موجوده عندنا في الكويت اليوم تاريخ. اما المؤسسات طلع اليوم مش هعرف اتعامل معها. التنوع العرقي داخل المؤسسه، الانسان دلوقتي بيبص، يعني احنا عندنا في الغرب تعتبر كبيره ان لم توجد نساء داخل الكادر الوظيفي وداخل الكادر الاداري وداخل الكادر هو رئيس مجلس الاداره نفسه. التنوع العرقي، التنوع الجنسي، الثقافي، المذهبي، الديني، الجغرافي الى اخره. هل عندنا اداره للتطوع ولا لا؟ كل الاشياء دي يا اخي فادي لو انا دست فيها جامد هتلاقي ان كل الاشياء دي احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم عن الناس دلوقتي بتخش، انا مش عارف كلمه يفليها يعني ايه عندكم باللبناني ولا بالكويتي ولا باي، يعني التفليه يعني خش كده، خش يعني زومينج ان، واخد بالك؟ فهل احنا عندنا منظور على التطوع؟ الشباب المتطوع ده تعرفوا يا شباب ما هو سفير للمؤسسه، هو سفير للمؤسسه في كل مجال وفي كل محل. زي ما انا قلت الشباب والنساء في الاداره، هل الاداء بتاعني فيه حرفيه ومهنيه ولا اداء كده يعني ايه بالعواطف والبركه؟ يعني مش عايز اقول كلمه بركه، البركه يعني جند بجند الله، يعني عشوائيه وعفوائيه الى اخره. زي ما ايه الواحد يصحى من النوم كده يقول والله لا انا شفت في المنام ان انا عايز اطلع ايه مثلا 1000 دينار ولا 5000 دينار عشان اوزع بيها سلم. ما ينفعش. تعرف يا اخ فادي واخ صلاح، انا كان امل حياتي ايه؟ ان على كل سله غذائيه اقول له انا عايز عليها نصها هصرفه لبناء المجتمع. يعني اقول للمانح ايه؟ السله الغذائيه دي انا هريحك هوزعها لك، بس هي ب 10 دينار، انا هاخد 3 ولا 4 دينار هبني بيها المجتمع. فانا احط شرط على المانح. احط شرط على المانح يعني واخد بالك؟ بناء القدرات البشريه مهمه جدا جدا. فالمانح دلوقتي المانح اللي بره ده عشان يديك فلوس بيبص على كل شيء انت بتعمله بالتفصيل وميت تحت الميكروسكوب الالكتروني. هل المؤسسه بتاعتنا قدام المانحين بتؤمن بانها ليها دور في بناء المجتمع ولا لا؟ هل ليها علاقه مع الحكومات المحليه اللي هي في الدول المنكوبه او حتى الحكومه بتاعتنا؟ انا ليا حكومه زي حكومه الكويت بسم الله ما شاء الله، يعني اياديها بيضاء كحكومات اخرى كثيره جدا. ليه ما عملش علاقه مع الشؤون الاجتماعيه؟ ليه ما عملش مع كل الادارات في الحكومه؟ ما كل ادارات الحكومه دي ما هي الا مسهله للامر اللي انا بقوم به. وحتى لو ما يطلعوا قانون جديد انا اقعد واشير عليهم بالراي واقول لهم يا اخوانا احنا بالامر ده راينا كذا وكذا وكذا، بتواصل مع الحكومات. المكونات المجتمعيه اللي بنتواصل معاها عشان هي بتتكلم عنك كده بتطلع منها الشركاء بتوعك، لها علاقه معاها ولا لا؟ المؤسسات الدوليه المانحه لها علاقه معاها ولا لا؟ رجال الاعمال وقطاع رجال الاعمال لنا تعامل معاهم ولا لا؟ وعلاقات، هل احنا عندنا اوقاف؟ كل الاشياء دي يا اخ فادي اخ صلاح بتخلينا نقول ان احنا فتحنا الابواب على انفسنا بحيث اننا نستطيع ان يكون لنا ايادي في كل مكان. احنا عندنا مثلا في مصر بيقول لك ايه؟ عنده عفريت في كل حاره، له في كل حاره عفريت، بس انتوا مش عفريت، انتوا بسم الله ما شاء الله ايادي بيضاء للخير والنماء. هل احنا مؤمنين ان كلنا احتياط استراتيجي؟ يعني كنا زمان بنسمع ده القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. اليوم الاسود اللي هو ايه؟ والعياذ بالله اليوم ده اللي هو يوم زي يوم الجائحه بتاعت الكورونا، يوم ده الفيضان، يوم ده الزلزال، يوم زي كذا، يوم زي كذا، كل الحاجات دي كلها بتخلي المؤسسه يبقى تفكيرها متعدد الطبقات ومتعدد المحاور ومتعدد التقاطعات. مش بقول لك في حاجه اسمها ثلاث او ابعاد الثلاثيه، انا بقول لك لا، خلي مؤسستك عندها ابعاد سباعيه وثمانيه وتسعيه وعشريه كمان. بالك
انا اتكلم عن هل احنا مؤمنين ببناء الشراكات والتحالفات عشان نقلل المصاريف؟ اخواننا احنا ما بنعمل تحالف وشراكه مع جمعيه اخرى، بدل ما حناس بحعمل انا مشروع ب 100,000 حعمله ب 50,000، لو كنا جمعيتين، لو كنا اربع جمعيات حعمله ب 25,000، والتاثير هيكون اقوى على المجتمع نفسه. هل احنا في مؤسساتنا، انا دلوقتي بتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن كان في واحد بيتفرج علينا من بره وبيشوف احنا بنعمل ايه، بيتفرج علينا من بره. هل احنا بنلاقي ان رئيس الجمعيه ده قاعد بقاله 50 سنه ما بيتحركش، وبعدين بعد كده يجي واحد اما من حزبه واما من ولاده واما من قبل الى اخره؟ الحاجات دي كلها الناس بيبصوا لها دلوقتي، لان دلوقتي الناس اتعلمت. المتبرع الطيب اللي كان زمان عندنا في الخليج بيدفع الفلوس كده بالبركه ويخش على الرجه مش موجود، بس دلوقتي ابنه وحفيده بيقول له يابا ما تدفعش، ده فيهم كذا كذا كذا، هيسمع كلام ابنه، هيسمع كلام بنته، هيسمع كلام حفيده. قبلك هل احنا لينا في البحوث والدراسات علشان نستطيع؟ البحوث يا اخواننا واخواتنا، البحوث بتجيب فلوس، البحوث بتجيب فلوس. ليه؟ لانها بتحل مشكله، مشكله مش فقط مشكله على مستوى ضيق، البحوث في المناخ، البحوث في معامله الاطفال، البحوث في العنف المنزلي، البحوث كل حاجه دي كلها، لان في حكومات غير قادره على عمل بحوث دي. وانت على الارض هتبقى احسن حاجه في الجمعيات الخيريه زي امثالكم اللي هي على الارض، اللي عندها المشكله من جذرها وتستطيع انها تتعامل معها من الاصل، وتضع البحث بناء على المعطيات الاساسيه لوجود هذه المشكله. هل احنا بنحترم الاخرين وبنحترمهم ونقدرهم، حتى الموظفين اللي عندنا؟ يبقى الموظف هو اللي انجز الموضوع، وبعدين بعد كده يحطوا ايه؟ رئيس المؤسسه هو اللي يطلع ويحجم الموظف. فالمجتمع بيشوفك، المجتمع بيشوفنا، المجتمع بيشوفنا وبيشوفنا من الداخل، واحنا متعرين امامه وعندنا فضايح من الداخل. انا اتكلمت عن الشعار قبل كده، علينا رفع الوعي الثقافي والمجتمعي للمجتمع. كل هذه التحديات اللي قدامنا اللي هي اللي انا قلتها دي بتجدني انا يا اخ فادي او يا شيخ صلاح، ان انا علشان اخلي عندي ديمومه استمراريه العمل لابد ان انا اصلح بيتي من الداخل، اصلح بيتي من الداخل قبل ان اخرج الى الخارج واغني اغنيه او امسك طبله او امسك جماره او ايه بيسموها دلوقتي كركعي ولا ككيعي، دي كركعي عندكم في الكويت ولا في الخليج؟ كركعان، كركعان كركعان هو زي عيد ال نعم. الله يجزيك الخير دكتور، شكرا جزيلا. يعني صراحة نحن تطرقنا في حديثك إلى يعني الأساسيات قبل ما أنا أنطلق إلى الناس وقلهم أعطوني فلوس تبرعوا لي، أني أنا رتب بيتي الداخلي، رتب أرضية المؤسسة اللي أنا فيها من حوكمة، من أعضاء مجلس الإدارة وإلى ما هنالك. طيب دكتور، أنت حكيت عن مثلا من هم مجلس الإدارة وماذا يفعلون. طب الآن لو عندي أنا أعضاء مجلس إدارة وبينزل على فيسبوك وبيتدخل بأمور سياسية يعني صفحته على منصات التواصل الاجتماعي زاخرة مثلا بالشتائم أو بأمور خارج تماما عن قطاع العمل الإنساني، هل هذا شيء يؤثر على عملنا أو ما له علاقة؟ واحد زي كده ممكن حيتهم بالإرهاب عظمي وبعدين هياخد الجمعية معاه. أعضاء مجلس الإدارة اللي هم لما سميهم الفناكيش دول، اللي هم مش قادرين يفهموا إنهم عليهم مسؤولية اجتماعية مهما كان، يقول لك أصل أنا عايش في الحتة دي والحتة دي لا الحتة دي فيها كل حاجة. تصنيف البشر دلوقتي يا أخوانا يطلع من دوائر استخباراتية ودوائر أمنية ودوائر بحثية ودوائر فكرية. يعني الورلد تشيك عم نتكلم عنه ده، والتومسون ريد نتكلم عن ده، في أكثر من 3 مليون اسم من المسلمين، أغلبهم من المسلمين. أنا متأكد وعندي يقيني بإيماني بربي إن أغلب هؤلاء الناس لا يعرفوا ولا يعلموا أنهم على هذه القوائم موجودين. لأن بتتكتبت قائمة إزاي؟ واحد سمعك قلت كلمه زي ما انت اتكلمت كده يا فادي بيصنفك بقى متطرف، بيصنفك راديكال، الحاجات دي كلها، بيصنفك ارهابي، فتقوم تمسك الريت حطاك
لو انت في خلال سنة ما دفعتش عن نفسك بتتلزق فيك التهمة الى ان يقضي الله امرا كان مقدورا. فانا اقول لهؤلاء الناس انا مش عايزكم ومش عايز فلوسكم وانا اقول لهم كده يعني جزاكم الله خير اتركونا بعيدا عن هذا الامر، لان الامر دلوقتي في العالم كله بيدار بكميه التواصل الاجتماعي والرسائل في التواصل الاجتماعي اللي بتقرا من كافه الجهات في كل مكان في العالم، كافه الجهات. ومع ذلك لو انت بتقول بتطلق رساله او بتقول كلمه يعني متوازنه بعض الناس هيأولوها. انا كنت لسه من كام يوم عامل محاضره عن يعني كنت انا بعمل حاجات كده قديمه، فواحد طلع شتمني في المنصه، انا لسه حاطط عن لو انتوا دخلتوا عندي على اليوتيوب حتى انا مشتوم بالفاظ قذره، وانا ما احبش ايه اشيل الاشياء دي من الـ من الـ من القناه عندي عشان اتعلم منها. طب انت بتشتمني ليه؟ ده شخص، فما بالك بقى الناس اللي بيأطروا لمثل هذا الايه العمل اللي هو دي وظيفتهم نفسها. فلذلك هؤلاء الناس احنا مش عايزينهم، نقول لهم امشوا، نحط معايير يا اخ فادي. اما نيجي نختار مجلس اداره واعضاء مجلس اداره نحط لها معايير. يعني مثلا في 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 مجلس اداره في كندا مثلا في احد الجمعيات في كندا لقينا ان في مشاكل كثيره جدا قانونيه، فعملنا اخترنا شاب كان هو محامي هو ماسك الملف القانوني دلوقتي. فمع تعيين او مع الاعلان عن كل عضو المجلس الاداره انزل اعمل له وصف وظيفي يكون في الـ في الـ في الحسابات او في المراجعات القانونيه او في الفقه مثلا والشريعه او في الاعلام او في الاقتصاد او في جمع التبرعات او في الاستثمار. احط انا عايز اجيب عضو مجلس الاداره ليه، بس في نفس الوقت يكون هو يعني صافي، ما عندوش ديل سياسي، ما عندوش ديل عسكري، ما عندوش ديل امني، ما عندوش ديل ارهابي، ما عندوش ديل حزبي يضيع المؤسسه فيه. اقول للناس دول انا بقول لك هم اللي سمعوني دلوقتي، انا قعدت مع جماعه من الجامعات من 4 سنين في اسطنبول، هي كانت جمعيه بريطانيه يعني قلت اذكر اسمها، جابوا مجلس اداره وللاسف انا من ساعه ما قعدت معاهم نصحتهم قلت لهم انتوا ما تنفعوش، اثنين منكم ما ينفعوش مع السلامه، قفلوا عليا وبطلوا يستشيروني وما زال الاثنين دول موجودين داخل الجمعيه بدون ذكر اسماء. نعم المشكله مجلس الاداره ما هوش بيع حتى الموت، ما هوش خلافه اسلاميه، دي مال اليتيم وانت مستأمن عليه. طيب دكتور، حضرتك ذكرت الاداء الاحترافي وذكرت مساله اني اضع شروط على المانح، وانا هي اريد ان اتطرق الى مساله انه كفاله اليتيم هي كفاله شهريه، وهي انا يمكن لو كان مؤسسي كيف يمكن اني انا اعمل مع المتبرع لجذبه وابقيه معي ليكفل اليتيم لسنوات عديده للامام وحتى يمكن يجيب لي ناس اخرين. هو طبعا اهم شيء في هذا الموضوع الشفافيه مع المال، الشفافيه ده اهم شيء في المعايير الانسانيه وجزء من الشفافيه المصداقيه. والله انا حصل لي مشكله هكلمه، مش هخبي عليه، مش هقول والله اخش بقى في اوضه ضلمه كده واقعد وكذا، لا لا خلاص في مشكله حصلت عشان اكلمه واكلم المانح في نفس الوقت. لو المانح حس ان انت عملت اللي عليك وقدر الله سبحانه وتعالى حدث، افرض مثلا الطفل ده اللي انا بكفله حصل حادثه ومات او اكل اكله وحصل له تسمم واخد بالك الى اخره، فانا خايف ان انا اقول للمانح، لان انا اقول له بس اقول له ايه الظروف والملابسات وليه حصل كده، مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امه اغتصبت مثلا من حد وهكذا. كل هذه الاشياء انا اعتبر المانح ان هو الاب الروحي لكل يتيم، فلا احجب عنه معلومه لان حجب المعلومه عنه بيعمل حاجز بيني وبينه هيعرفها بعدين، لان المجتمعات دلوقتي يا اخوات زي ما انا قلت قبل دوا اصبحت متواصله بطريقه غير عاديه نعم تفضل. ولا تعتقد ان الطفل اللي موجود في بلد في اخر الدنيا ما عندوش موبايل هتوصل منه صوره للمانح فيما بعد. يعني مثلا لسه جايلي من يومين
واحد من نيبال ما عرفش جاب تليفوني منين انا عمري ما زرت نيبال وما ما واتمنى ان انا ازور نيبال طبعا عشان اساعدهم وعايز مساعدات عشان رمضان وده مثل للاخوه اللي سامعين دلوقتي في ناس في نيبال محتاجين مساعدات رمضانيه الى اخره فبالتالي اللي جاب تليفوني انا واللي جاب صورتي على الماسنجر والحاجات زي كده الى اخره بيتصنع ان هو يوصل الصوره دي الحقيقيه للمانح فلو المانح جات له المعلومه من شخص اخر غيرك انت هتفقد المانح طيب فده اللي هي المصداقيه بتقول عند المانح نعم الله يجزيك في سؤال اتفضل استاذ وليد دكتور بالنسبه للشفافيه الحقيقه يعني امرها غريب شويه اليتيم ما قبل الرشد وما بعد الرشد ما نعم. قبل الرشد هو صغير بإمكانك تلتقط له صور ترسل للمانح ترى هذا هو يتيمك ترى هذه مدرسته ترى هذه والدته بعد الرشد هو سيكون له شخصية اعتبارية ويقول يا أخي ليش هذول استخدموا صوري في جلب تبرعات إحنا كيف نتعامل بالجانب الإنساني مع اليتيم هو أمر أخذ الصور يا أخ وليد جزاكم الله خير لأن أمر شائك جداً في العالم كله فقط مش عند المسلمين فقط يعني احد الناس اللي في الثمانينات كنا بنسميه مصور اللي صور النسر الكبير وهو بينقض عشان ياتي ياكل طفل كان عنده في ساعه المجاعه بعد ما انتشرت الصوره دي يا اخ وليد رجل انتحر ان حس بالاهانه لنفسه هو مش للطفل او للطائر الجارح ده فلذلك حتى نشر الصور بتاعت الأيتام الصغيرين دول لابد أن أخذ إذن من أمهم بنسميه اللي هو موافقة الأم أو الخالة أو العمة على أخذ الصور وأخذ الصور بعدم مهانة ليهم يعني أنا بشوف في بعض الصور يا أخ وليد وقفين الطفل وشعار يا تعرف الأطفال بيشتكوا من إيه دلوقتي أرجوكم ادونا قمصان وفانيلات وشنط مع لها الشعار لان احنا لما بنروح المدرسه ونكون مع زملائنا بيقولوا ان انتوا خدين عايشين على المعاناه اللي بتاخدوها من الناس ارجوكم الاطفال بيبكوا نديهم الشنطه عليها شعار نديهم التيشيرت القميص عليه شعار نديهم يلا هديهم ايه تاني يمكن هديهم كمان رغيف العيش عليه شعار ما ينفعش يا اخوانا ده حتى الطفل الصغير الابتدائي بيرفض ان هو يشيل الشنطه وكتير جدا منهم بيقوموا مسحين الشعار من على الشنطه عشان نروح بها المدرسه فلابد احنا نتهيب الحاله النفسيه اللي عند الطفل وهو بين اطفاله وزملائه وقرناء ان هو بيقول لك ايه انت امك بتاخد الفلوس دي وانت شحات وانت فخير وانت كذا وانت كذا وانت كذا حتى دي مش عايزين نعملها فلابد نقعد في فن اداء التصوير مع قاعدة قيمية إسلامية لا تهين اليتيم والأرمان المسكين سواء كان صغير في السن عنده 5 سنين أو 10 أو 7 سنين أو عنده 20 سنة وفي ناس رفضوا أنهم يصوروا فبالتالي أنا ممكن أصور مجموعة ممكن أصور أي شيء يعني بعيد بحيث ما تبقاش يعني إيه مركز على الشخص نفسه بعينه لكن أنا ممكن في معايير لالتقاط الصور للأيتام والأرامل دون أن نحرجهم ودون أن نجرح كبليهم دكتور هاني نعم بس هذا الموضوع يعني شوية واسع بس يعني ما أعرف يحتاج له موضوع تصوير في العمل الخيري للرجال نعم. النساء للأيتام هذا يعني قضية مؤرقة وتحتاج لها يمكن يعني تحتاج لها وقت للحديث لكن باختصار كثير من المسؤولين لما تكلمهم في الجمعيات عن موضوع التصوير يقول لك هذا طلب المتبرع المانح هو يطلب كذا يطلب كذا يطلب كذا يطلب كذا فإذا ما أوفر له هذه الصورة لهذا الطفل لهذا اليتيم لهذه الأرمل أو الأم الفقيرة لهذا البؤس إذا ما أوفر له هذه الصور ما راح يتبرع نعم. لازم أدغدغ عواطفه لازم أحرك عواطفه بالأمور هذه وبين له مدى المأساة والحاجة والفاقة هو المشكلة هنا يا شيخ صلاح مشكلة عند المانح اللي بيعتبر اليتيم سلعة اليتيم عندي مش جوز جزمة ولا بنطلون ولا شنطة ولا 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 بدلة ولا فستان ولا طرحة اليتيم إنسان ومشاعر أنا من حق المانح عليا أن أنا أجيب له صورة في الملف بتاعه
بايه؟ باليتيم، هو وامه ولا مسؤول دي هتروح المانح. لكن لما بتروح المانح بتبقى حاجه خاصه عند المانح نفسه، داخل المانح نفسه. لكن اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل اشياء على الصور والافلام والحاجات دي كلها، بحيث ان الاطفال دلوقتي، والله الاطفال دلوقتي يعني شوف، انا بس هسال الاخوه او الاخوات اللي قاعدين في معانا في الجلسه، لو انا مت دلوقتي وده شيء طبيعي وكان ولادي هم اللي ممتحنين باليوت وزوجتي ممتحنه بالترمل، كنت حاردة ان انا ولادي يحصل لهم كده، انا لازم اعلم المانح يا ابو عمر، لازم اروح للمانح. ولما يا اخواننا احنا الاطفال والنساء بيبقوا مجروحين ومكسورين، لكن لو هي صورة على الملف انا مفيش مشكلة فيها، لكن الصور العامة دي والحاجات دي كلها هي اللي بتجرح الناس، بتجرح الاطفال الى اخره. ففي معايير يا شيخ صلاح لاخذ الصور نلتزم بها. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الصدقه المخفيه الصدقه العلنيه، الصدقه المخفيه ليها شيء ولها اجر، والصدقه العلنيه ليها اجر ثاني. والصدقه العلنيه اجرها ان انت بتشجع الناس، مش الواحد بيعملها نفاقا. واحب الصدقه اللي هي جهد المقل، بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، جهد المقل الى فقير في سر. لكن انت عايز تعلم الناس، ما فيش مشكله فيها اعلمهم، بس ما تجرحهمش. في فرق بين الاعلام وفرق بين الجرح. الله يجزيك الخير. المجال مفتوح لو في اي مداخلات، استفسارات، استشارات. يعني هي مش مساله، نحن كما ذكرنا من البدايه نريدها يعني ورشه تفاعليه. دكتور هاري الله يعطيه العافيه، اعطانا موضوعات هي جمل صغيره لكن تحتاج لها ورش طويلة. موضوع الحقيقة أن يتولى أمر المرأة واليتيم امرأة أخرى، أنا أشوف هذا جدا هدف سامي، وفي حماية لجناب الطفل والمرأة من أن يستغلهم أحد. لكن ودنا منظومة كذا واضحة تجاه العمل. تنقل المرأة في صعوبة دول العالم، وفي نفس الوقت المرأة عاطفية تتأثر أكثر مما يتأثر الرجل، وقد تبني قراراتها بناء على عاطفة وتبالغ في بعض الأشياء. كيف نحمي الموضوع من أن لا ننتقص الحقوق في نفس الوقت نحمي هذا العمل من أنه ما يعني يتضرر؟ نعم، وطبعا في مجالين أنت كلمت عن حضرتك، مجال المرأة اللي هتسافر مثلا من الكويت لزيمبابوي، ومجال المرأة اللي في زيمبابوي شغالة على الأطفال. فاحنا نعالج الناحيتين بطرق مختلفة. اللي موجودة في زيمبابوي هي موجودة في زيمبابوي وبتتنقل بين المجتمع هناك وعارفة الثقافة إلى آخره، وأنا أعمل لها بناء على الاجتهاد في معرفة سيرتها الذاتية، عشان كده أنا وظفتها. المرأة اللي هتيجي من الكويت لزيمبابوي عشان تقعد شهر ولا أسبوع ولا أسبوعين بنحط لها ضوابط شرعية عشان تختلط مع هؤلاء النساء. انا بتكلم عن انهي الاولويه عندي هنا مين يا اخواليد؟ الاولويه هنا المراه اللي هتخش في غرفه النوم والاستقبال وبيت الارمله دي، انا بركز عليها. انت حتى لو ارسلت من الكويت شباب رجال يتعاملوا مع الموظفين والموظفات بتوعك، انا ما عنديش مشكله فيهم، بس انا عندي المشكله في من يختلط باليتيم في مكان الحاجه. ده اللي انا بتكلم عنه. لو استطعنا ان احنا يكون لنا اخوات في بلادنا ندربهم ويطلعوا ونحط كل الاطر الشرعيه لسفرهم واقامتهم الى اخره، عشان يتعاملوا مع النساء القائمات على هذا العمل في زيمبابوي او غيرها، يبقى ممتاز. لو ما استطعناش يبقى انا على الاقل 50-60% مشكله انا حليتها على الواقع الميداني. ده نمره واحد. المراه لو لم تكن عاطفيه انا ما كنتش وظفتها مع النساء والاطفال. بالعكس، دي الخاصية اللي احنا عايزينها من المرأة، رفاهية الحس والمشاعر. ومع ذلك خلي بالك، المرأة زي السيدة خديجة رضي عنها كانت هي العمود الفقري للمصطفى صلى الله عليه وسلم، والله إن الله لن يخذيك أبدا، إنك تقضي الضيف وتعين المحتاج وتحمل الكل. شوف شوف رجاحة العقل. أم سلمة، قم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانحر في وسط المعمعة، وسط المعمعة اللي احنا بنتكلم فيها. فلذلك احنا
لابد علينا ان احنا لا نقصي عاطفية المرأة عند شيء من الجمال الخلقي اللي ربنا حطه في في في, في تكوينها العاطفي، وفي نفس الوقت نؤثر لها كيف تتعامل مع المجتمعات لكي لا تطغى عاطفياتها على القرار السياسي اللي بتاخده. بسم الله ما شاء الله، ده في نساء دون ذكر الأسماء، يعني كنت في بعضهم كنجمات في بعض المجتمعات الخارجية بتحتحوا 50 راجل قدامهم زي ما احنا شفناها في البرلمانات والحاجات دي كلها وإلى آخره. فدول الناس جزء من النساء، لكن احنا عايزين المرأة ذات الرسالة. يعني أنا مش عايز أذكر بس أسماء، يعني مثلا أما أذكر لك أنا حذكر واحدة، لما أذكر لك مثلا واحدة لأختنا معالي العسعوسي وهي بنتكم أو بنتنا احنا، هي بنتي بنت أختي الصغيرة اللي وقعد في وسط الصواريخ والبومب والحاجات دي كلها، ده مثل احنا عايزين نكرره. فدول بعض النساء وغيرها اللي هم طلعوا بالعاطفية دي واستطاعوا انه ياخدوا القرار السياسي، فلابد احول هؤلاء النساء الى مدرسة فيها العاطفية فيها الجدية فيها الحيادية وفيها المعيارية، سيخرج من بينهن خديجة وعائشة وام سلمة الى اخره الى اخره الى اخره الى اخره. انا اذا تسمح لي دكتور يعني أضيف مع أستاذي، اللي ذكر الدكتور بالبداية هي أحد الأمور وهي التدريب والتأهيل. نحن صراحة شفنا بالميدان في عملنا مع المنظمات اللي عم تشتغل مع الأيتام، إنه إجت مؤسسة اللي عندنا ولك إجت أحد الأخوات مثل ما ذكر الأستاذ وليد، نزلت على الميدان تفاعلت شوي رجعت على المكتب قدمت استقالتها. فهون المسألة هي، طب أنت الآن سواء ذكر أو أنثى نزل على الميدان، هل حصل على التدريب والتأهيل اللي يخوله أن يعمل مع هذه الفئة؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، جزئية كبيرة من التدريب هي ما نسميه الرعاية الشخصية. أنا أريد أن أتدرب على كيف أعتني بنفسي حتى عندما أنزل للميدان ما أصاب بالإحباط وهذا الإحباط ينعكس علي سلبا، بالعكس أنا أريد أن هذا الشيء ينعكس علي إيجابا حتى أزيد فعالية عملي مع هذه الفئة من الناس التي تحتاج الدعم والرعاية. أنا بدي بس كمان مع الدكتور مسألة، ذكرت حضرتك بمسألة الأيتام وأنه المصداقية والشفافية والتعامل مع المتبرع. في عنا مثلا بعض الدول اللي هي اليتيم متحرك، يعني أنت أخبر الوضع مثلا في سوريا عندنا أيتام، نعم نحن كلنا عارفين أنه يتيم ولكن متحرك، فبالتالي أنا هذا الشهر كفلت 50 يتيم اسمهم محمد وأحمد وكذا، الشهر اللي بعده كفلت كمان 50 يتيم. طيب أنا كنت عم بقول على مسألة أنه في بعض المنظمات اللي هي بتشتغل بالميدان بوجهة نظرها أني أنا إذا كل شهر كفلت أي يتيم فهذا ما في إشكالية فيها، بالمقابل المنظمة المانحة لا تفضل أنه يتيم محدد ثم كفلته من هذا المتبرع. يعني أنت بتكلف الفرق ما بين الكفالة الخاصة للشخص اليتيم والكفالة العامة تقريبا. نعم صح، هو ده بيكون عندك صندوقين داخل الحساب بتاعك، صندوق للدعم العام اللي هو بتقول لهم والله ده التبرع فيه من دولار او من دينار لما شاء الله، ده انا هعمل فيه مياه وصالحه للشرب ملابس تعليم للايتام بعمومها. في بعض الجمعيات الكبيره في الخارج ما بياخدوش كفاله شخصيه للايتام، في بعض المتبرعين او بعض المانحين بيحبوا ايه يكونوا ياخدوا يتيم بعينه. فاللي انت بتحلها دي بتكون عندك الكفالتين، كفاله عامه علشان كمان في بعض الناس من ما معهمش فلوس يدفع لك مثلا 20 او 30 دينار كل شهر للايتام، وعم مثلا ممكن يدفع لك دينار في الشهر اليتيم، فانت بتساعد اللي هو الناس اللي هم دخولهم محدوده اصحاب الدينار، وبتساعد الناس اللي هم عايزين يكفلوا الايتام ويتيم واثنين وثلاثه، فالاثنين حطهم جنب بعض. نعم. طيب هل في احد الاخوه عنده اي مداخله او سؤال قبل أن ننطلق إلى المحور الثالث؟ أستاذ فؤاد إذا سمحت. تفضل. أهلا أبو عثمان، تفضل. دكتور هاني، بالنسبة ل
عمليات التنسيق بين الجهات الخيرية الخاصة بالأيتام. أستاذ فادي يمكن هذا بالنسبة له محور مهم. الآن لا زالت ثقافتنا ضعيفة في الرغبة في التنسيق الأكمل، لا زالت ضعيفة. وأنا للحين أشوف أو أعتقد أن لدينا ثقافة يعني مناسبة، لكن مساحة التنسيق في الأيتام لا زال في ضياع شوية، لم يكتمل الملف. عندك النظرة له أو عندك تفسير له؟ هو مساحة التنسيق هي موجودة معضلة بالنسبة لكثير من الجمعيات إلى الآن، مش فقط في الأيتام يعني. وده اللي بيخلي الواحد يبقى زعلان، لأن قيامنا اللي احنا بنحطها وأهدافنا بنحطها في رسالة المؤسسة بتختلف تماما عن أدائنا العملي. يعني أنا يمكن أعوذ بالله مش من الكلمة دي، إن احنا بنعاني من كلمة تنسيق دي، وبناء شراكات داخل المنتدى الإنساني وداخل المنتدى الخيري الإسلامي. يعني في مؤسسات ما زالت، لما كنت أنا في الأول خالص على الشعار واسم الجمعية وحجم الشعار وأنا مين وبتاع ده، ما زال إيمانها القوي في التنسيق إن أنا الأول، سواء كانوا الأيتام أو غير أيتام. هذه معضلة كبيرة. أنا شخصيا يمكن أنا يعني تركت الإغاثة الإسلامية من 2012 من 2008 عشان القضية دي كلها. فأنا من 2008 بأعاني الأمرين علشان بعض المؤسسات تقعد مع بعضها، بننجح وبنفشل. الغرب سبقنا بكتير. العملية ما لهاش دعوة بالدين، لأن الدين بتاعنا بيقول لنا اعملوا كذا 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 كذا. العملية لها دعوة بالأخلاق، إحنا كيف ربنا نفسنا وأولادنا على أشياء معينة. أخي الفاضل، أنا في بريطانيا دلوقتي أعاني من حاجة حولها لك بمنتهى الصراحة. كان عندنا جمعيات لسه ما دخلتش في الملايين يعني كذا وكذا، وكبر دلوقتي كانوا بيجروا ورانا عشان إيه نقعد معاهم. دلوقتي ما بيكبردوش علينا. أنا عنده 5 مليون أو 10 مليون خلاص كبر، مش فضيلك. وبيطلع في التلفزيون، ينزل محاضرة، عنده محطة في الإذاعة، عنده محطة في التلفزيون، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. العملية ما لهاش دعوة بالدين الإسلامي أو الدين المسيحي. عملية تربية مجتمعية، تربية منزلية، تربية أخلاقية عندنا عشان نعمل تنسيق. احنا واحنا صغيرين في مصر من زمان، مثلا من انا لسه صغير مش كده، من مثلا من 60 سنة كان في حاجة عندنا اسمها الجمعية. الجمعية دي ايه؟ ان الناس الفقراء اللي زي حالتنا ما عندهمش مثلا 50 جنيه في الوقت ده او 20 جنيه، فبياخدوا من كل أسرة جنيه يجمعوه أو 5 جنيه يجمعوها علشان في أول شهر الجمعية يدوها الأسرة ألف، ثاني شهر يدوها البيت جيم دل عشان يحلوا مشكلتها. هكذا كان التنسيق وإحنا مش متعلمين، وإحنا ما عندناش تليفونات، وإحنا ما عندناش إنترنت، وإحنا ما عندناش سوشيال ميديا، وإحنا ما عندناش تلفزيونات. والله الستات في البيوت كانوا رائعات، أكيد الكلام ده كان موجود عندكم في الكويت وفي كل مكان في العالم، بيحل مشكلة بعضهم. كل واحدة فيهم عايزة 10 جنيه دي. 10 جنيه كانت تعتبر ثروة في الوقت ده. ثروة. ها؟ كانوا بيقعدوا مع بعض يفكروا. احنا يا اخواننا كل ما الفلوس بتكتر في ايدينا، انا دلوقتي حاسس ان انا يعني مش قادر، وانا بكلمكم تعبان، تعبان فعلا. كل ما الفلوس تكتر في ايدينا نستعلي على اصحاب المال. واصحاب المال هم الفقراء والمساكين. دكتور عز الدين كأنه كان عندك مداخلة. نعم. عز الدين القمصي. جمعية العون الإغاثة بطنجة المغرب، وهي جمعية تشتغل مع المتخصصة في كفالة اليتيم، تشتغل في الميدان. وأشكركم لهذا اللقاء اللي هو هام جدا وإن شاء الله مفيد. فقط بغيت أن ما ذكره الأستاذ بنا يعني في حقيقة هو مهم جدا، خاصة ما يتعلق بقضية الموارد المالية. المشكلة الجمعيات مثلنا، جمعيات العاملة في الميدان، في علاقتها مع الجمعيات المانحة في أوروبا وفي دول الخليج، هي هذه المشكلة، هي مشكلة المصداقية والشفافية. عندما نروج للمانح بأن الكفالة يمكن أن تكون 20 دولار أو 30 دولار، هذا في حقيقة لا مصداقية لهذا الكلام. إن أي أسرة في المغرب أو في أي دولة أخرى تحتاج إلى مبلغ أكبر، فمن المصداقية أن نحدث المانح بأن هو ما يقدمه مساهمة في كفالة وليست كفالة. هذه كنقطة أولى. ثانيا، المسألة الثانية،
هذه المؤسسات العاملة في الميدان التي تحتاج إلى لوجيستيك وميزانية تسيير تقدم لها هذه المؤسسات المانحة ميزانية بسيطة جدا، أحيانا ترفض حتى تقديم هذه الميزانية للتسيير في أنها تحتفظ لنفسها بميزانية كبيرة للتسيير. نحن نقول هذا من باب النقد، من باب محاولة أن نصلح ما يمكن إصلاحه. ثالثا الجانب الثالث المهم ما ذكرته مع عدم التنسيق بين المؤسسات الكلية المانحة، لأنها دخلت في مشروع تنافس تسويقي في تخفيض نسبة الكفالة. فهذه المؤسسة تقول $20 والأخرى تقول $15 والأخرى تقول $5، يعني كل مؤسسة تحاول أن تحافظ على المانحين بتخفيض نسبة الكفالة أو نسبة أضحية العيد أو غير ذلك. وهذا منهج خاطئ، مسير في اتجاه خاطئ، لأن الشفافية والمصداقية مع المانح كما قلنا هي أن نحقق أحسن وضعية ذلك لصاحب المال كما قلت. شكرا. طيب الآن نحن مع الدكتور هاني وموضوع ختامها مسكي، يعني استدامة قطاع الأيتام. الجميع يعلم عدد الأيتام عالميا بالملايين، مع الأسف يعني الحاجة كبيرة. كما ذكرنا أكثر من مرة اليتيم له كفالة شهرية وليست مسألة يعني مساعدة مرة واحدة. فدكتورنا الله يجزيك الخير، استدامة قطاع الأيتام. نعم، بس أنا أعرج على ما قال أخونا من طنجة، ربنا يكرمه إن شاء الله، إن قاعدة الكفالة هي كفلها زكريا. أنا يمكن ما أعتقدش، يمكن ما أخونا اسمك أبو عمر كان معنا في المؤتمر ده، لما ردني الدكتور علي القرداغي في مؤتمر الأيتام كان بتكلم عن الكفالة $120 في الشهر، قال لي لا أنت مخطئ، هي ما يحتاج اليتيم كابنك. كفلها زكريا عليه السلام وعليه السلام، يعني كفى حاجتها التي تحتاجها في داخل المجتمع. قد تكون هذه الحاجة $50 أو $100 أو إلى آخره، لأن أنا بقول كفلها مش ساعدها. أخونا بيتكلم على منطق في قاعدة شرعية. أقول كفالة يعني كفلها زكريا. أنا عايزكم تؤثروا لها يا مشايخ اللي بتسمعوا معنى كلمة كفالة ومعنى كلمة مساعدة دي، بس عشان إيه أنا وافق معاك 100%. أرجع بالنسبة لكيف تستمر المؤسسات اللي هو الأيتام بالذات. أولاً مشروع اليتيم وكفالة اليتيم هو مشروع يعني جالب وجاذب للمال، جالب وجاذب للمال، في جمعيات بتستغله أسوأ استغلال. فلذلك احنا لابد نحافظ على قيمة اليتيم وكرامة اليتيم ومكانة اليتيم، بأننا نعين في مثل هذا الملف الإداري داخل جمعياتنا ناس على كفاءة عالية، سواء كان من الأخوات أو من الأخوات. كيف نستمر؟ أول شيء أين نحن من اللي هو الأوتوميشن بالإنجليزي أو بالعربي اللي هو تشغيل آلة برامج الأطفال. ما زال في جمعيات عندنا بتكتب إيه بإيديها وبرجليها الحاجات دي كلها، ولكن عندي 50,000 يتيم و40,000 يتيم و10,000 بعمرة إيه مبالك. فالإيمان بأننا والأوتوميشن معناه إيه يا إخواننا ويا أخواتنا؟ الأوتوميشن معناه أننا هجيب ناس من الشباب عندهم القدرة على التعامل مع هذه المنظومة الجديدة اللي هو الثورة المعلوماتية، الثورة المعلوماتية والثورة الإلكترونية. يكون في مراسلات ما بين الأطفال، يعني شوف رسالة كده فيها شكرا للمانح أو شكرا للمؤسسة مع فيلم صغير إلى آخره، الطفل هو اللي ينتجها. إن أنا أحاول داخل المؤسسة إن أنا أبحث عن قدرات الطفل ومواهب الطفل وأجدها من خلال المرشدة الاجتماعية اللي بتروح تزورهم هناك وتقول والله الطفل ده في كذا وكذا 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 وكذا. لما يحصل الكلام ده يروح للمانح يا أخي فادي ويحس إن المانح هو حيبني طفل حيطلع شاعر ويطلع أديب، يطلع فقيه، يطلع محدث، يطلع رياضي، يطلع قول إيه يا ربي اقتصادي، كل الحاجات دي كلها، يطلع إعلامي بلك، يطلع منشئ لاخره. يبقى المانح بيشعر انه بيبني جزء من منظومه بناء المجتمع. لما انا اكتشف
مواهب الأطفال عن طريق اللي هو يكون جزء من عمل المرشدة الاجتماعية على الأرض اللي بتروح في زيمبابوي أو موزمبيق. ها تقول والله الطفل ده بيحب كذا وكذا 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 وعايز ننمي قدرته في كذا وكذا 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 وكذا، ودي تروح للمانح، فالمانح يغذي هذه القدرات وهذه الملكات وهذه الايه الابداعات اللي عند الاطفال. اننا يا اخواني ننظم مسابقات في الاماكن اللي فيها مجال افتراضي التواصل الاجتماعي بين الاطفال بعضهم بعض، سواء على مستوى المدينه هناك او مستوى الوطن هناك او المستوى الكبير لو 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 لو, لو, لو امكننا بهذا، والطفل يشوف نفسه يروح الجمعيه ويشوف نفسه الله ده طالع والناس شايفيني في بريطانيا، ده طالع والناس تخيلوا دي تخيلوا دي تخيلوا دي ان احنا ما بناخد صوره، لما بناخد صوره للطفل ونوريها على التليفون بيبقى فرحان ان صورته في التليفون. تخيلوا مشاعر الطفل لما يلاقي صورته وهو قاعد في المكتب عندكم في اي دوله من الدول الميدانيه دي، يقول والله الناس شايفينك في لندن ولا شايفينك في امريكا ولا شايفينك في كذا ولا شايفينك في الكويت ولا في البحرين ولا في الامارات ولا في السعوديه. شوف الطفل ده هنرفع همته كم 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 درجه عشان يحلم ان في عالم خارجي متواصل معه. تحويل الارمله من متلقيه لعامله، اشوف الارمله ايه امكانياتها واعمل مجموعات صغيره ما بين مجموعه من الارامل، 5 ارامل 6 ارامل 7 ارامل في كل حي لو كانوا موجودين، نتعمل لهم شيء يعملوه مع بعض، فتحول هذه المراه اللي هي بتاخد مننا كفاله شهريه الى مراه منتجه، الى مراه بعد كده هو مش محتاجه للكفاله بتاعتك الى اخره. نعلم الاطفال انهم ازاي تشتغل مع مجموعات، يبقى البرنامج بتاعنا هناك اللي بيقليل الايتام الاطفال دول يكون برنامج لبناء قدرات القياده الشخصيه للطفل داخل مجتمع مش لاقي يشرب ولا ياكل ولا ينام. حول يعني عمليه التحويل الجذري في بناء شخصيه اليتيم في مجتمع ليس فيه امكانيات. الكفاله ما تنتهيش بسن البلوغ فقط. مفروض اخواننا المشايخ يفكروا بيها. الكفالة تنتهي بسن الحصول على دخل، سواء كان أكمل التعليم أو أكملت التعليم أو بدأوا يشتغلوا في السوق وهم عندهم 17 سنة 18 سنة وأصبحوا هي قادرين على الكسب. لابد يكون في دي آراء فقهية عندنا، لأن المشايخ لابد يجتهدوا ولابد يخرجوا من، احنا بنقول ان الامم المتحده عايشه في ابراج عاجيه موظفينها، واحنا مشايخنا كتير جدا منهم عايشين في ابراج عاجيه، مفيش فتوى تنفع من غير ما انزل على ارض الشارع واشوف الارمله عايشه ازاي وبتاكل ايه وابنها عايش ازاي وتنام ازاي وتبقى خايف. مفيش فتوى لمخيم من شيخ الا لما يخش في المخيم ويشوف الخيمه دي الست بتبقى نايمه وخايفه بالليل ان حد يخش عليها او حد يتفرج عليها وهي عريانه نايمه. مفيش فتوى تتقبل ابدا الا لما الشيخ ينزل ويشوف كيف يشعر اليتيم وكيف تشعر الأرملة بكسرة المذلة مذلة السؤال قبل أن يفتي قبل أن يكون لا واه. حتى الأخت اللي هتتجوز، أنا دي بطرحها لك يا شيخ صلاح، اللي هتتجوز افرض اتجوزت مثلا في بعض البلدان عندها 16 سنه المجتمع اللي هو الدخل بتاعها يكون ايه بسيط لانها هتتجوز مش متعلمه الى اخره وهكذا، اسيب لها كفاله لمده سنه ولا سنتين عشان تقدر تعمل دخل لنفسها من خلال الكفاله دي تساعد في جوزها. انا ما اقدرش اجتهد فقهيا لان انا لست من اهل الفقه، ولكن علي وعلينا جميعا نجتهد في معرفة حاجة المجتمع
فمشاعر المرأة أو البنت اللي بتحلم أو الطفل اللي بيحلم يكون له بيت ويكون له فيلا وعربية زي نحن بالضبط. أنا دخلت مرة كنت في الصين ما زلت أتذكر الزيارة دي سنة 2001. بيوت المسلمين هناك رجالة ويا أخوات محفورة في الجبال حفرا، السرير جزء من الجبل. فدخلنا نقعد مع بعض أهلينا هناك، قابلنا أخت من الأخوات اسم متجوزة جديد وفرحانة إنها حامل. عرفنا إنها حامل إزاي؟ لازقة على الحيطة اللي هي الجبل، الحيطة هو الجبل والسرير هو الجبل والأرض هو الجبل، شوية أطفال متخيلة بالإصلاح. دي أملها إنها تخلف، ممكن تموت لأن مفيش مستشفى، لأن مفيش عربية توديها إسعاف، لأن يحصل لها نزيف لا عدوى. شوف الحلم اللي احنا بنتكلم عليه ده من 18 سنة بيت الزكاة حققه بفضل الله سبحانه وتعالى، رضي الله عن بيت الزكاة والشباب اللي هناك وبنى لهم بيوت من 4 سنين تقريبا. فكل هذه الأشياء يا شباب إن أنا لابد أدخل علشان أنمي برنامج اليتيم واستمر أدخل في عقلية اليتيم وأرى ما هي إبداعاته ما هي حاجياته وكيف أخذ من إبداعاته لألبي بها حاجياته وأتعلم من إبداعات الطفل والمرأة، لأن الحاجة أم الاختراع. الحقيقة صراحة لما بنحكي عن التحديات نفكر بالمال، أنت حضرتك جيتها من يعني آفاق مختلفة وأفكار مختلفة. لما نفكر في الاستدامة كمان نفكر في المال، كمان حضرتك جبتها من آفاق مختلفة وأفكار مختلفة. يمكن نحن دائما بنفكر في المسألة في هي كم الكفالة ومن أين يمكن أن أحضر الكفالة، بالمقابل حضرتك أنت جيت حكيت عن أساسيات تمكين المؤسسة وتمكين المرأة وتمكين المجتمع لاستدامة هذا القطاع. الله يجزيك الخير، أنا كل مرة بجلس مع حضرتك يعني أتعلم شيء جديد. أبداً أبداً المجال صحيح. الله يكرمك يا رب. المجال مفتوح، إذا في حدا عنده أي سؤال استفسار مداخلة فحياكم الله. إيه نعم، إذا ممكن يا أستاذ فادي. تفضل أستاذ وليد. الله يعطيكم العافية. أقول أستاذ دكتور هاني، هل نموذج العمل لبناء منظمة تعلم الأيتام يختلف عن الأنشطة الأخرى سواء التعليمية الصحية التدريب؟ هو طبعا النموذج بتاع الأيتام والأرامل العمل فيه أكتر يعني صعوبة لتعرض هذا القطاع لأخطار مجتمعية أكتر. يعني قد يكون التعليم في يتيم وفي غير يتيم، أخبر حضرتك، لأن في غير اليتيم عنده أب وعنده عيلة وعنده كيان، أما اليتيم هو وأمه فقط موجودة معاه، فدي الشريحة اللي بنسميها إيه؟ ضعيفة، الضعيفة اللي موجودة في المجتمع. فلذلك الضعف يؤدي بينا إلى أننا نجبر هذا الضعف ونقوي هذه الشريحة أكتر. ليه؟ لأنها أكثر ضعفا من الفقير. الفقير هو فقير لأب وأم، أما اليتيم فهو فقير لأم ملوش أب. في بعض المجتمعات تنظر للمرأة الأرملة أو المطلقة أنها لقمة سائغة، للأسف للأسف ملهاش دار ملهاش در. حد شوية معاه فيأتي الأسوأ من المجتمع ليستفيد من هذه الفئة، فتضطر المرأة بعضهم يتنازل. فلذلك خطورة التعامل مع المرأة الأرملة ها لوحدها
حتى المرأة اللي هي أصبحت لاجئة وأهلها سابوها مش عارفين، زي النزوح اللي بيحصل في سوريا واللجوء اللي بيحصل في سوريا، والناس اللي بيركبوا المراكب اللي بتروح اليونان وغير اليونان، ونص يموت ونص يروح هنا وهنا وهنا ما عارفش راحوا فين، وزي السوريين اللي خرجوا من حلب أو من حمص أو كذا، وفي وسط الهوجة دي كل واحد فيهم راح في مدينة، وكل مدينة راحت لدولة، وكل دولة راحت لقارة، مش عارفين هم رايحين فين. فبتكون المرأة دي حتى ولو كان زوجها عايش في مكان معين مش معاها، تكون ضعيفة جدا 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 لو كان معها طفل بالذات. يعني اللي أنا عايز أقوله يا إخوانا إن الحتة دي بالذات لابد نوليها اهتمام أكتر أكتر، لا نهم من الآخرين لكن يكون اهتمامنا بيه أكتر، لأن قيمة الضعف أشد من الآخرين. وزي ما احنا قلنا قبل كده في الأول، أخونا كان بيقول لنا المرأة عاطفية، أيوة عاطفية، ودي مندوحة ومدح لها، لأن هي اللي بتربي الجيل اللي جاي، هي اللي بتحن على بيتها وعلى زوجها وعلى أولادها، هي اللي بتجمع الأولاد بالليل على العشاء لو كان في عشاء، ولا على الفطار لو كان في فطار، ولا على الغداء لو كان في غداء. ودي الروح ربنا حطها فيها كمحط الروح القوية الفاعلة المجاهدة من أجل كسب العيش للرجل. قد يكون المرأة بتتميز بحكمة في بعض التصرفات، والرجل بتتميز بحكمة أخرى، فنتكامل مع بعضنا البعض. لكن في داخل أطر اللي هو العمل مع الأيتام، أجيب أنا من الآخر بقى، أنا يا أخوانا لابد يكون لنا ثقافة لها قيم أخلاقية إسلامية على المستوى الدولي داخل منظومة التعامل مع الأطفال والأيتام والأرامل. إحنا كل ما نأخذه دلوقتي من الغرب واجتهاداتهم جزاهم الله خير، سبقونا جزاهم الله خير، لكن أنا بقى علشان أزيد بهاء لهذه الثقافة التي كتبت بأيادي إخواننا الغربيين بثقافة مسيحية، حط عليها ثقافتنا. أنا عايز المجتهدين من أمثالكم جميعا يؤطروا لمثل هذه الثقافات التي تستطيع أن تحمي المرأة، سواء كانت المرأة دي بتعمل في وسط مجال مسلم أو غير مسلم، لأن ضعف المرأة خطر. إخواننا إحنا في وسطنا شفنا بلاوي زرقاء، بلاوي زرقاء، بلاوي زرقاء حصلت من بعض العمال اللي كانوا قايمين على العمل الجماعي، هم استغلوا ضعف البنت البوسنوية والمرأة البوسنوية. ولا أريد أن أكثر من الكلام عما حدث في بعض من بعض الشخصيات العافنة اللي كانت هناك. الأمر الثاني إحنا عايزين نعمله يا شباب، إن إحنا نربي جيل قيمي يستطيع أن يكون عنده قدرة على قيادة العمل الإنساني. مش كل من هب ودب بيخش عليها الدور، إحنا عايزين حد هدا لا يطلعوا بعد كده بيفرضوا ثقافتهم على الجمعية، وبتموت الثقافة اللي من أجلها أنشأت الجمعية، لأن إحنا مكننا المهنية على القيمية. لابد الاثنين يمشوا مع بعض، القوي والأمين يمشوا مع بعض، زي ما بنت ابن سيدنا شعيب عليه السلام قالت وصفت سيدنا موسى عليه السلام، القوي هو المهني، الأمين هو صاحب القيمة والقيم. فلابد من دلوقتي أو من قبل كده هو نربي القوي والأمين علشان هو اللي يستطيع يرعى ويحمي ضعف هذه المرأة وهذا الطفل. السلام عليكم ورحمة الله. مشكور يا دكتور هاني، ومشكور يا أستاذ فادي، وأهلا وسهلا بالإخوة جميعا إن شاء الله. إحنا طبعا إحنا كجمعية في تركيا في عندنا مشروعين. المشروع الأول كان عبارة عن خاص بالأيتام، وطبعا تعليمي هو بالدرجة الأولى رياض أطفال، وهذه كانت مرحلة أولى على أساس أنه إحنا إن شاء الله هنكمل فيما بعد ونعمل مركز خاص للأيتام في مدرسة، وفي ممكن لو لا يعني ممكن يكون في سكن داخلي كمان. طبعا بداية على أساس أنه إحنا زي ما تفضل الدكتور هاني مشكور،
انه احنا نحافظ على كرامة الام وكرامة الطفل اليتيم. عملنا برنامج اخر للام على اساس انه احنا نعمل لها عملية تأهيل وتشغيل في نفس الوقت، على اساس انه هي بدل ما تكون متلقية فقط لصالح اليتيم تصير هي كمان منتجة وتساهم وتساعد في إنتاج يعني أو تربية هذا الطفل تربية حسن إن شاء الله تعالى. هذه بس كانت مداخلة بسيطة إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير إن شاء الله. الله يعطيكم الخير، يعطيكم ألف عافية، حياكم الله، بارك الله. طيب نرجع للدكتور عبد المحسن، مشي حال الصوت عند حضرتك. بالنسبة لما طرحه الدكتور هاني بالنسبة لكفالة اليتيم، سبق مناقشته عندنا في الهيئة الشرعية في المدعو الشباب الإسلامي، وقررت الهيئة أن الكفالة تستمر إلى حين استغناء اليتيم، أو على الأقل إلى السن القانوني له للعمل والانطلاق في الحياة. بالنسبة لما طرح من قضية حساسية صور اليتيم و يعني جرح مشاعره، هناك تجربة الإخوة الجمعية الكويتية شاركت معها عدة مرات حقيقة، من ضمنها اتحاد رعاية اليتيم، مشاركة المانحين أو جزء منهم الراغب في زيارة مواقع الأيتام والمؤسسات الأيتام والوصول إلى الأرض التي يعيش فيها المتلقي للمساعدة، حقيقة تقطع كثير من الشكوك والأوهام لدى الناس وتبني ثقة. أيضا كانت تجربة ثرية في اليمن، دكتور حميد زياد بارك الله فيه كان يعمل حفل سنوي ويكون برعاية رئيس الدولة وبحضور المانحين الراغبين وغيرهم، ويمتلئ ملعب الكرة الكبير في صنعاء بالأيتام وحفل زواج الأيتام وغيرها من البرامج. فكانت هذه تقطع أي شكوك أو أوهام أو اتهامات، وكذلك تبني ثقة قوية جدا في هذه المؤسسات. بالنسبة للمؤسسات الخيرية، طرح أحد الإخوة قضية أظن الأستاذ وليد أو غيره، قضية أنها مشغولة بأحيانا الجمع والاستثمار وغير ذلك، وهذه فعلا قضية مقلقة، لكن أظن في التوجه الآن لدى كثير من المانحين والحكومات إلى دعم هذه المؤسسات الخيرية لتتفرغ للعمل الإنساني الذي تقوم فيه، وهو ضروري حقيقة. لا يليق أن تتحول المؤسسة الخيرية الاجتماعية والإنسانية إلى شركة استثمار وإلى نزاعات استثمارية ومالية يعني. عموما أنا أحببت التعبير عن شكري لكم ولدكتور هاني، وسعيد جدا بهذا اللقاء وهذه الفوائد اللي استفدناها، ومواصل معكم إن شاء الله. الله يكرمك، حياك الله. أهلا دكتور عبد المحسن. الله يجزاك. هل في أي مداخلات أحد حابب يضيف إلى ما ذكره الدكتور هاني؟ أنا أقترح الحقيقة أن نخرج بهذا الورشة الطيبة المباركة، بأنه يكون فيه نموذج عمل يبنى للمؤسسات العاملة للأيتام. يعني أنا راقت لي كثير ما تكلم فيه الدكتور هاني جزاه الله خير. يعني مثلا واحدة من حوكمة المؤسسات اللي تعنى باليتيم أن يكون في مجلس إدارتها امرأة، أن يكون المديرة اللي ماسكها قسم الأيتام امرأة، أن يكون هناك نظام عندهم واضح في موضوع البعد الشرعي في كفالة اليتيم، في موضوع العمل الإعلامي في التعامل معه. لو خرجنا الحقيقة بهذا النموذج، حتى لو أردتم تعقدون ورشة ويشترك من يرغب فيها، إحنا مستعدين ونحب نقدم شيء في هذا الشهر المبارك الحقيقة. والله الله يجزيك الخير. نحن يعني مؤخرا في الاتحاد اشتغلنا على بعض الاصدارات اللي هي قد تفيد العمل، واللي هي اصدار لتدريب العامل الميداني، الشخص اللي بنشتغل مع اليتيم مباشره سميناه المشرف الميداني او مقدمه الرعايه. عملنا برنامج تدريبي لهذا الشيء، وعملنا حتى برنامج تدريبي تمكين الريادي للمراه. ممكن ان شاء الله انا يعني اتواصل معك على الخاص وخليك على اطلاع بما عملنا. وحاليا كان عندنا برنامج هو انه نعمل كمان دليل لقسم الايتام مما يتالف من الالف الى الياء، من ضمنه الحوكمه، من ضمنه مثل ما ذكر الدكتور هاني مواصفات هؤلاء الناس، الوصف الوظيفي، من هم، كل هذه الاشياء صراحه. فطرحك يعني استاذ وليد الان الحقيقه جدا مهم، وبالعكس يعني يسرنا ويسعدنا جدا نستفيد من شغلك معنا. صراحه في اتحاد رعايه الايتام نعمل على منصة إلكترونية اسمها ويكي يتيم لتبادل الخبرات.
نعمل على منصة إلكترونية لإحصاءات الأيتام كمان من كل المنظمات، ونعمل على أدلة. يعني الآن في الأزمة اللي حصلت في كورونا أصدرنا دليل رعاية اليتيم في خلال الأزمة، أصدرنا دليل لإدارة الأزمة للمنظمات اللي تشتغل مع الأيتام، عملنا بحث عن تأثير الأزمة على المؤسسات اللي تعمل مع الأيتام، الآن عم نعمل بحث عن تأثير الأزمة على اليتيم مباشرة. يعني عم نسأل اليتيم وأم اليتيم مباشرة، وعم نسأل المنظمات مثلا ماذا حصل أو ماذا ممكن توقعاتهم لما يحصل، وأخذين فيها صراحة 4 دول كحالات: اليمن والعراق وليبيا وسوريا. فبالعكس أنا أستاذ وليد يعني من أول جلسة مع حضرتك كنت جدا سعيد طرحك اللي أنت يعني اقتراحاتك اللي اقترحت علي في أول جلسة جلست مع حضرتك فيها، يعني ما زالت يعني في بالي، وأعتقد عملنا منها شيء ونعمل على شيء الآخر. وإذا عندك يعني أي اقتراحات أخرى حياك الله، يعني يسعدنا جدا نسمع. وكمان عندنا الأستاذ صلاح يريد أعتقد عنده مداخلة. أنا أتصور يعني الأخوة لو تيسر لهم يحصلون على نسخ من هذه الإصدارات عبر الروابط، ونريد منهم ملاحظاتهم وتقييمهم، لأن الجانب الشرعي لقضية الأيتام أو الجانب الإعلامي أو الجانب القانوني هذا مهم جدا، لأن يعني نجد في شح في الأنظمة ويعني واللوائح يعني المنظمة لهذا القسم، قسم الأيتام ويعني وجوانب الأخرى. بس أنا ودي أسأل أبو كريم بالنسبة حق الوقت الآن، متى تنتهي يعني الورشة؟ لأن إحنا أذان عندنا الساعة 6:30 تقريبا في الرياض، يمكن 6:15 يعني، فمتى راح ننتهي؟ نحن قربنا على النهاية. يعني دكتور هاني البنا الله يجزيك الخير، الله يكرمك، شكرا جزيلا لوقتك، شكرا جزيلا لجهدك. الحقيقة دائما الجلسة معك مثمرة ويعني جدا ممتعة، وإذا في لك يعني الكلمة الختامية الله يجزيك الخير تفضل. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكركم طبعا وبشكر كل الجالسين والحاضرين، ربنا يكرمكم إن شاء الله، وأتمنى إن إحنا كلنا نخرج منتصرين على الكورونا في هذا الوقت، ولأن العالم حيتغير بعد كده، هو تعاملاتنا مع بعضنا، سياسات مختلفة، رؤى مختلفة، تعاملات مختلفة، كتير يتغير، وكتير جدا من بعض الدول اللي هي مستهلكة هتتعب جدا وتستمر الدول اللي هي منتجة. فأتمنى أن في منظومة العمل الاجتماعي عندنا يحول المجتمع بمنظومة فلسفية أو منظومة ثقافية أو منظومة فكرية جيدة، يتحول المجتمع الاستهلاكي إلى مجتمع منتج، وإلا لن يكون نصيب للمجتمعات المستهلكة فيما بعد الكورونا. وهل الكورونا دي هتستمر لغاية هذا العام أو العام القادم، أو هتيجي موجات أخرى من الكورونا فيما بعد؟ الله أعلم. لكن يا أخوانا لن يستمر في المستقبل إلا المجتمع المنتج، حافظوا على الأراضي الزراعية بالدرجة الأولى، حافظوا على الأعمال الحرفية بالدرجة الأولى، حافظوا على كل المهن لكي يستطيع كل فرد في داخل الوطن أن يكون له القدرة على الإنتاج، سواء كان بقى بنتكلم عن قضية اليتيم أو كذا، لأن يعني هذه الجائحة اللي جت في العالم كله يعني فوجئنا بها و كلنا تأثرنا بها، دول عظيمة وغنية وقوية يعني ودول ضعيفة، لكن في النهاية لابد نتعلم منها أن نحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات منتجة، وأساس الإنتاج الزراعة والأعمال اليدوية والأسواق الشعبية مع التعليم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا. في الختام المجال إذا في أي حدا حابب يحكي أي شيء قبل أن نقفل. احنا بس نحثك استاذ فادي تكرار مثل هالجلسات الحلوه. والله على راسي ان شاء الله. نحن يوم الخميس عندنا جلسه اخرى، يعني الكلام للجميع، الخميس عندنا جلسه اخرى مع الدكتوره زينب العلواني من امريكا، وهي بموضوع المراه والعلاقه الاسريه في ظل كورونا، وهي تختص يعني بالمؤسسات اللي تشتغل مع الايتام، حاجه السيده الارمله اللي تعيش في بيتها لوحدها مع اطفالها،
المؤسسات ماذا يمكن أن تقدم معها، كيف يمكن أن تتفاعل معها. هذا إن شاء الله كله حيكون يوم الخميس مع الدكتورة زينب العلواني بإذن الله. حياكم الله، شكرا جزيلا، شكرا لوقتكم، أهلا وسهلا بكم.